واقعة مؤسفة. طبيب للأسنان يدعى باسم سمير لم يحترم مهنته وخالف قسم مزاولتها، استغل عيادته في التحرش الجنسي بالرجال. فوفق تأكيدات ضحايا ومن بينهم الفنان عباس أبو الحسن، كان خلال كشفه على المرضى يتحسس أماكن من أجسادهم في إشارة منه لدعوتهم لممارسة الشذوذ معه. ألقت مباحث الجيزة القبض عليه بعد إعداد عدة أكمنة أثناء تردده على منطقة الدقي، وحررت محضر بالواقعة وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق. تسلمت النيابة فلاشة واسطوانة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه. تحفظت عليها النيابة وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم. كما تم تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة. فواجهت النيابة العامة المتهم بتلك الأدلة وبأقوال المجني عليهم الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، حيث تم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة. الطبيب كان أشار في بيان له بوقت سابق أنه تعرض لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة وافتراءات مكذوبة ومضللة للنيل من سمعته ومكانته المهنية، طالت بأضرارها كافة أفراد أسرته. ليأتي السؤال، بما تصف هذا الطبيب وكيف يعاقب؟